مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع لقاء جديد هنشوف فيه كل ما يدور على أرض مصرنا الحبيبة من أخبار اقتصادية وإيه اللي بيحصل في العالم اقتصاديا وفي مصر وآخر تطورات الحالة في مصر. في البداية زي ما تعودنا هنقول أهم الأخبار اللي بتحصل على أرض مصرنا الحبيبة. الرئيس عبد الفتاح السيسي النهاردة بيعقد اجتماع مع الفريق خليفة حفتر والسيد عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي ووزير الدفاع الليبي. الرئيس مهتم بالمشكلة الليبية وبيعملوا النهاردة إعلان من القاهرة لمبادرة ليبية لحل المشاكل على الأراضي الليبية واستتباب الأمن داخل ليبيا. طبعا ليبيا ومصر كيان أمني متشابك لأن احنا على حدود مشتركة، والرئيس مهتم بالمشكلة الليبية ويهمنا استتباب الأمن والأمان داخل الأراضي الليبية من الناحية الأمنية ومن الناحية الاقتصادية كمان بالنسبة للمواطنين الليبيين. الرئيس النهاردة بيعقد المؤتمر بمبادرة مصرية ليبية مع وجود السيد وزير الدفاع سيادة الفريق محمد زكي ورئيس مجلس النواب المصري الدكتور علي عبد العال، وكمان معاهم السيد عباس كامل رئيس المخابرات المصرية. الهدف في البداية وفي النهاية هو استتباب الأمن والوضع داخل الأراضي الليبية، ويمكن احنا بنشوف مع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ان هو بيهتم بالمشاكل الخاصة بالمنطقة العربية من النواحي الدول اللي بيحصل فيها بعض القلاقل الأمنية. طبعا دي حاجة يعني بنشكر فيها سيادة الرئيس اهتمامه بالجوار وبدول الجوار وبالمشاكل الداخلية عندهم. الخبر الثاني وهو إعلان وزارة الإسكان بداية الحجز للمشروع للوحدات الإعلان 13 للإسكان الاجتماعي، هيبتدي من غدا الأحد. في البداية هيبقى لذوي الاحتياجات الخاصة لمدة أسبوع من يوم 7 ليوم 14 ومن يوم 14 لباقي المواطنين المصريين، ويمكن ده من أوائل الإعلانات اللي تم الإعلان عنها في محافظات خارج القاهرة. الإعلان كله 13 خارج القاهرة بالكامل في أماكن مختلفة زي الفيوم زي بني سويف، هو واخد 10 محافظات منهم المنيا ومنهم أسيوط ومنهم سوهاج وقنا. يمكن دي برضو من الحاجات الجديدة اللي بتحصل على أرض مصر، وهي الاهتمام زي ما بنشوف بالصعيد. الأماكن دي محتاجة كثير من التنمية، شباب الصعيد محتاج الكثير من الوحدات السكنية، وده اللي الرئيس مليه باهتمام كبير جدا وهو الحفاظ على الشباب المصري أيا كان مكان إقامته أو موطن عاشته. هنبتدي النهاردة معانا ومعاكم زي ما احنا شايفين الكورونا وتأثيرها على الاقتصاد المصري. هنتكلم النهاردة عن كل حاجة بتخص الاقتصاد المصري والكورونا. هيكون معانا ومعاكم ضيفنا النهاردة الأستاذ عمرو الجوهري عضو مجلس النواب وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب. مساء الخير عمرو بيه. مساء الخير، أهلا وسهلا بالسادة المشاهدين. ازاي حضرتك، أخبارك إيه؟ طبعا احنا الحالة الاقتصادية فيها حاجات كتير قوي، يا رب نلحق نناقشها كلها ان شاء الله. في البداية احنا شايفين في 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 تغيرات اقتصادية طبعا حاصلة في مصر وفي العالم نتيجة الأزمة الاقتصادية. كان في قرض مقدم لصندوق النقد الدولي وتم الموافقة عليه ب5.2 مليار دولار. ده علامة على جودة الاقتصاد المصري؟ هو طبعا اولا انا بس عايز اعقب على جزء من الانترو اللي حضرتك ذكرته. طبعا ليبيا امن قومي مصري، تدخل رئيس الجمهورية في هذا الامر بشكل مباشر طبعا حفاظا على الامن القومي المصري. احنا في ظل ظروف صعبة جدا محاطين من جهات كثيرة بمشاكل في الوقت الحالي، يعني احنا ما عندناش ازمة كورونا فقط، احنا عندنا ازمة سد النهضة وعندنا اثيوبيا وجانب جنوب مصر وعندنا طبعا في الشمال وعندنا مشكلة ليبيا وأمنها القومي والتدخل السافر اللي من تركيا وإرسال جنود لليبيا. الوضع في ليبيا فعلا مضطرب جدا، الوضع في ليبيا شائك. مهم جدا القيادة المصرية في هذا التوقيت أنها تتخذ
إجراءات قوية وحماس يعني حاسمة في هذا الأمر، وطبعا القرارات اللي اتخذت في وقف إطلاق النار أتمنى أنها طبعا تنتج عن شيء، لأن أيضا تدخل تركيا غير مفهوم في هذا التوقيت وفي هذه الظروف الصعبة. يمكن كمان هم استغلوا أزمة كورونا وانشغال العالم بهذه الظروف وبدأوا يرسلوا جنود ويرسلوا ناس لليبيا، فطبعا وضع شائك. وأتمنى إن شاء الله الأزمة دي تعدي على خير، لأن ليبيا أمن قومي مصري، ليبيا من الدول الجوار والأشقاء اللي احنا برضو محتاجين ان يكون في استقرار واستتباب في أمن في هذه المنطقة. فأتمنى ان شاء الله الموضوع يعدي على خير، وأتمنى يعني الوضع يسود في هذه المنطقة، وخاصة عندنا مصريين كتيرة جدا رجعوا من ليبيا ومصريين شغالين مازالوا في ليبيا. يعني ليبيا بتمثل عنصر هام جدا سواء في الجانب العمالة وفرص العمل، سواء في الجانب الاقتصادي، في حاجات كتيرة جدا، والأمن القومي الأساس طبعا هو أساسي يعني. فدي بس تمام. حبيت أتكلم في نقطة على حضرتك ذكرتها في الانترو. تمام. حاجة تانية، كورونا والاقتصاد العالمي. يعني احنا شايفين الاقتصاد العالمي كله، دول من أمريكا، أوروبا، شرق آسيا، الصين، كل الدول دي تأثرت بشكل كبير جدا. الوضع الاقتصادي أصبح وضع شائك وأصبح وضع غير مستقر. الناس كلها بتعاني، الدول كلها بتعاني. يعني يمكن على مختلف بقى كل دولة واقتصادها عامل ازاي، كل دولة وامكانياتها، يمكن كل دولة على حسب امكانياتك ايه قبل كورونا. فما بعد كورونا بتشوف بقى كل دولة، الدولة اللي معتمدة على الزراعة شوية اقتصادها ماشي شوية، لان هي بدأت انها بتكفي نفسها، لان الوقت الحالي هو ازمة غذاء وازمة دواء. اذا قدرت توفر الغذاء وتوفر الأدوية بتاعتك هتقدر تصمد فترة من الأزمة. أكبر بالزبط. فهي كان كل دولة عاملة ازاي، وضعها الزراعي في هذا الجانب عامل ازاي، اقتصادها وصناعتها وانتاجها عامل ازاي، انتاجها في الأدوية والبحث العلمي عامل ازاي. فده رؤية كلها وضحت للعالم كله ان الوضع ده الحاجتين الأساسيين اللي احنا بنتجه اليهم. صندوق نادي الدولة تدخل وقال ان انا هبدأ ادعم الأسواق الناشئة، وهبدأ ادعم الدول الفقيرة الأكثر فقرا، وهبدأ أضخ مبالغ في حساباتهم على هذا الأساس. يمكن مصر تقدمت أمس، ذكروا أن خلاص وافقوا على 5.2 مليار دولار كدفعة كارد باكج كده خاص بأزمة كورونا. التفاصيل بتاعتها وكيفية السداد وكيفية إجراءات والنسب بتاعتها لسه لم تذكر وتعلن بشكل كبير، لكن كارد صندوق النادي الدولي في الوقت الحالي بيختلف عن كارد صندوق النادي الدولي من 3 سنوات. هيختلف في ايه؟ من 3 سنوات كان اعتراضنا على كارد صندوق النادي الدولي ان الاجراءات اللي بيتخذها الصندوق في تحديد سعر الصرف، في الاشتراطات اللي هو بيشترطها على الدول، كانت صعبه على الحكومه، على الشعب المصري بالزبط. وصعبه على الدوله المصريه، وهي دي كانت عامله حوكمه اقتصاديه على البلد، كان ده كان في تحفظات عليه. لكن في الوضع الحالي انت دلوقتي الموارد الدولاريه بتاعتك كلها مشاكل. انت اول ما توقفت 5 مليار انخفضوا من الاحتياطي النقدي، بعد كده 3 مليار انخفضوا، بعد كده وصلنا لسعر الدولار ارتفع اكتر من 50 55 قرش، كنا 15 75، دلوقتي 16 25 او 29 بيع. فالوضع الحالي في الدولار، طبعا ايراداتك قناه السويس بدات تنخفض، ايراداتك من السياحه انخفضت بشكل كبير جدا، ايراداتك من تحويلات المصريين في الخارج، الصادرات بتاعتك غير واضحه معالمها نتيجه طبعا الصادرات البتروليه، التجاره العالميه كمان شكلها مختلف، لا والصادرات البتروليه كمان على مستوى العالم انخفضت واسعار البترول انخفضت، فانت كان عندك فائض في ميزان التجاري في الصادرات البتروليه انخفض كمان معاك. فالوضع الموارد الاساسيه للعمله الصعبه طبعا اتاثرت، بالاضافه الى ده طبعا هنتكلم فيها نقطه لاحقه، عجز الموازنه اللي عندك. انت محتاج موارد دولاريه في ظل الظروف الحاليه، في ظل الظروف النقص الشديد عندك. طبعا البنك المركزي بيفتح اعتمادات لكل الصناعات وكل النشاط التجاري تحسبا عشان ما تزيدش الاسعار، لكن انا يمكن عندي تحفظ على هذا الجانب، كان لابد مراعاة. يعني انا دلوقتي طلعت بسعر الدولار 25 قرش واكثر من 50 قرش في 3-4 ايام، انا مع كان بدايه الازمه كنت استطيع اطلع بالدولار قرش قرشين تدريجيا، وانا عارف ان العمليه هتطول معايا، بدل ما اطلع 50 قرش ممكن اطلع تاني. فانا كنت شايف ان يعني انت شايف ان اسباب ارتفاع الدولار، يعني لو قلنا اسباب ارتفاع الدولار ان هو قفل فتره، لا هو اسباب ارتفاع الدولار هو النقص الشديد اللي عندك. طب انا عارف ان عندي نقص شديد، ان في المدخلات بتاعتي بتقل بالظبط، فبالتالي بسحب من الاحتياطي النقدي وبعلن للناس ان انا بسحب من الاحتياطي النقدي لان دي فيها شفافيه. طيب
لما انت بتعلن في هذا الجانب ففي الناس اوريدي خلاص عارفه ان الاحتياطي بتاعك بيقل وفي الموارد الدولاريه بتقل. كان المفترض في هذه التوقيت ان انا ما امسكش في سعر الدولار، كان البنك المركزي بيدعم الدولار ومثبت سعره، فكده ما كانش سليم في الوقت الحالي. كان المفترض ان انا اطلع بيه تدريجيا، ما اطلعش بيه بالتدريج عشان ما اطلعش 50 قرش مره واحده. احنا في اربع خمس ايام الدولار قفز 25 قرش وبعدهم 25 قرش، فده اصلا هيأثر على السوق الفتره الجايه، يمكن الاسبوع الجاي كمان هيظهر عم تاثيره على السوق، ومش متوقع كمان، مش عارفين ممكن يستقر على ذلك ولا يمكن ممكن يهدي الامور شويه. ال 5.2 مليار دولار لو دخلوا فعلا للبنك بس المركزي، بس اعتقد برضو ان هو ظاهره صحيه ان هو رضي يديك اصلا القرض. يعني هو لو شايف ان انت غير مستقر ما كانش اداك فلوس. لا ما هو هقول لك حاجه، ما هو انت لما اشتغلت على، يعني انت في ازمه بس انت مستقر. لا ما انا هقول لك حاجه، انت لما اشتغلت على ملف ال 12 مليار دولار وخدتهم تدريجيا كانت بمراجعات صندوق النقد الدولي بالزبط. كان صندوق النقد الدولي بيجي وبيراجع معاك وبيشوف الحاجات بتتعمل ازاي، بيشوف الخطوات اللي انت عملتها، وكان بيجي يقعد يحاسب الحكومه، يمكن كان بيحاسب الحكومه اكتر من مجلس النواب في هذا الجانب في جزئيه الماليه، انت عملت ايه وما عملتش ايه عشان ماشي على خطوات. لان انا مش هدي لك الفلوس غير لما اشوف انت عملت ايه في الموازنه بتاعتك، مش هدي لك الفلوس غير لما اشوف هل انت عملت اجراءات سليمه، بدات ايراداتك تزودها، ايراداتك الضريبيه زودت القيمه المضافه، ده بدات مدخلاتك تزيد، بدات تعوض تقلل خسائر الهيئات الاقتصاديه والشركات اللي عندك، هو ده كان من ضمنه. البورصه عملت فيها ايه، استثمارات بتاعتك في الاوراق الماليه عملت فيها ايه، استثماراتك الاجنبيه المباشره، معالجتك للجوانب اللي دفعت الفلوس بتاعت الشركات البترول اللي كانت معلقه، كل ده صندوق النقد الدولي على مدار اربع سنوات كنا بنتكلم بيتابعك فيه. فلما خلص معاك الكارد ال 12 مليار فخلاص انت كده خدت ثقه دوليه وخدت هذا الجانب. التوقيت الحالي لا، صندوق النقد الدولي هيدعم دول كثير، هيدعم دول كثيره حتى لو كانت هي ما كانتش عندها مشاكل اقتصاديه. في التوقيت الحالي في ظل ازمه كورونا هيدعم دول كثير، لكن الجانب بتاع مصر، مصر استقرت معاك وداخله معاك في برنامج وانت اساسا مقرضه 12 مليار وداخل في هذا الجانب كويس. فما عندكش مشكله، ومصر ما بتتاخرش في سداد اي اقساط ديون على المدار ده كله. لكن احنا اللي احنا عايزينه الفتره الجايه اعاده هيكله الديون، لان انت عشان نحل مشكلتنا بالوضع الحالي ده لا، احنا عندنا 566 مليار جنيه فوائد الديون. مع الفتره الجايه لابد ان صندوق النقد الدولي مع الدول الخارجيه يبقى في اعاده هيكله للاسواق الناشئه والاسواق زي مصر والدول اللي هي الاكثر فقرا في هذا التوقيت، اعاده هيكله للدين. انما ما تقوليش ان انا هجمده لك ست شهور، هجمده لك سنه، هجمده لك سنتين، لا اعاده هيكله الدين كله، الديون كلها الخارجيه دي تعاد هيكلتها، ممكن تقل تشوف الهيكله بتاعتها تتثبت ازاي، الفايده بتاعتها يتم تعديلها، مراحل الزمنيه ايضا يتم مناقشتها عشان نقدر الدول الناميه تقدر تصمد في ظل ازمه كورونا، لان الاقتصادات كلها متاثره بشكل كبير جدا. فدي احد النقاط الهامه اللي طيب اتمنى ان الحكومه. عايز اسالك على حاجه بقى، في ظل ده الدوله بقى المفترض المرحله اللي جايه، يعني ال- 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 الخطه اللي جايه هتبقى المشروعات اللي الدوله هتشتغل فيها هتبقى ايه في ظل التغيرات الاقتصاديه اللي بتحصل جوه الدوله؟ أوكي. يعني هل ده هياثر على حاجه في المشروعات القوميه؟ طيب هقول لك حاجه، الدوله مصر يعني يمكن احنا برضو احد النقاط اللي تحدثنا فيها سابقا، مواردنا بتعتمد بنسبه 77% على الضرائب، وده في بعض الاحيان بيبقى اوكي يمشي ينفع، وبعض الدول ما ينفعش. مصر او كدول معينه انا شايف ان وضع ان انت تشتغل على الضرائب بس فقط مواردك صعبه جدا، لان احنا بنتكلم السنه العام المالي الماضي 856 مليار جنيه حصيله ضريبيه، بنستهدف العام المالي القادم اللي هو هيبدا من 30/6 963 مليار. طب وزير الماليه او الحكومه لما قدمت البرنامج ده وقدمت الموازنه، هل شايف في وضع كورونا ان انا اقدر احصل ضرائب 963 بزياده عن العام المالي الماضي؟ طبعا صعب جدا. لما لو كلمنا الحكومه او كلمنا الماليه هيقول لك اصل انا قدمت الموازنه طبقا للدستور في شهر 3 ما كنتش اقدر اغير ارقامها، ارقامها دي كانت مبنيه على السنوات الماضيه، بس كورونا ظهرت في الافق شهر 1 بالظبط، عندك ازمه اقتصاديه جديده وعندي ظروف يعني معينه، ما كانش ينفع اقدم موازنه بهذا الشكل. ان انا بقول ان الحصيله بتاع اصل الحصيله دي هتفرق معايا في ايه؟ هتفرق في ارقام كتير جدا، هيفرق معايا في حصيله الدعم. الدعم طيب انا بطلع دعم في الموازنه دي 84 مليار جنيه للسلع التموينيه. طيب الدعم كله مداخله. اوكي اتفضل. مهندس صلاح حسن نائب رئيس صندوق الاجتماعي الاسكان. باشمهندس صلاح ازيك؟ اهلا بيك يا فندم وبالساده المشاهدين. حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله والله الحمد لله. عايزين نعرف منك سريعا كده اخبار الاعلان بتاع بكره ايه، بتاع الاعلان ال13 للاسكان.
هو طبعا زي ما حضرتك قلت كده، ده الاعلان رقم 13 في الاسكان الاجتماعي، تمام، وده ان شاء الله نازل في محافظات الصعيد. تمام. تعرف حضرتك ان احنا الدوله يمكن ده كلها مهتمه. اول اعلان ده يبقى في محافظات الصعيد بالشكل ده، صح؟ لا هو تاني اعلان بالتحديد يعني، بس ده اكتر يعني، ده 10 اكتر. محافظات مره واحده اكتر. بالظبط كده، بالظبط. تمام. طيب فهو ده اتفضل. الشروط بتاعته ايه بقى؟ هو شروط ان السن من 21 ل 50 سنه، تمام، الدخل الاعزب لا يزيد عن 4200 جنيه شهريا، ودخل الاسره الزوج والزوجه لا يزيد عن 5700 جنيه شهريا. ده الشرط الثاني. الشرط الثالث ان يكون من العاملين او المقيمين في المحافظه او المدينه الجديده المراد الحجز بها. تمام. الشرط الرابع ان يكون ما يكونش استفاد باي وحده سكنيه او ارض او قرض او قرض تعاوني او حتى يمتلك شقه في القطاع الخاص. تمام. الزوج والزوجه لهم حق التقدم لشقه واحده. شقه واحده. تمام. ده اهم الشروط، ده اهم الشروط الاساسيه. وطبعا الشرط برضه اللي بعد كده المهم جدا ان هو ما يكونش استفاد قبل كده زي ما قلنا. واهم حاجه زي ما حضرتك لما شفت كده ان كل شرط بيحقق اغراض اخرى. يعني دايما كنا زمان بتتهم وزاره الاسكان او بتتهم الحكومه ان الناس بتاخد الوحدات وبتتاجر فيها او بتسقعها او ما بتسكنش فيها. تمام. النهارده بقى فيه قانون اسمه قانون الاسكان الاجتماعي. هذا القانون من ضمن اهم بنوده ان اي مواطن بيقدم مستندات او بيانات مخالفه للحقيقه بيعرض نفسه للمساءله القانونيه اللي بتصل فيها العقوبه الى الحبس والغرامه وسحب الوحده. تمام. بالاضافه الى بقى في حظر على مصلحه الشهر العقاري او وزاره العدل انها ان يتم اصدار اي توكيلات او تعاملات على وحدات الاسكان الاجتماعي. طيب في سؤال تاني برضو، كان في مجموعه من الساده المشاهدين كانوا بعتوا سالونا حضرتك، كان في الاعلان العاشر. تمام. كان مفترض ان هم يستلموا اخر السنه. يا فندم الاعلان العاشر كان محدد فيه ان الاستلام بعد 30 شهر. 30 شهر. 30 شهر وبيدفع اقساط. هم بيدفعوا اقساط عادي، هم دفعوا المقدم وبيدفعوا الاقساط عادي. طيب هو دفع لحد دلوقتي خمس اقساط. خمس اقساط بالظبط. يدفع 10 اقساط عشان يبدا يفكر في الاستلام. تمام. فبالتالي هو لسه قدامه نص المده عشان يستلم. يعني المفروض على اخر السنه دي يبقى ولا بعد كده؟ لا على نص السنه الجديده ان شاء الله. على نص سنه 2021. على نص 2021. ده اللي موجود في الاعلان. تمام. طيب عايز اسال حضرتك سؤالين سريعا كده. السؤال الاولاني، ميعاد الاعلان ال 14 منتظر يبقى على امتى؟ ان شاء الله بس نخلص من الاعلان ال 13. تمام. وبعد كده بنشوف الـ 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 لان في خلاص صدرت تعليمات من القياده السياسيه ومن الرئيس. تمام. ان احنا هنبني ان شاء الله 250 الف وحده سكنيه جديده في الاسكان الاجتماعي. تمام. احنا النهارده بندبر الاراضي ان شاء الله. تمام. الصالحه لبناء وحدات سكنيه، وهيتم الاعلان قبل البدء في التنفيذ عشان نعرف حجم الاقبال على كل مكان تم توفيره من قبل المحافظات والمدن الجديده. تمام. تمام. طيب هل السؤال الاخير بقى، هل في اي تاثير في التنفيذ او في المواعيد بسبب الكورونا والضغوط اللي احنا فيها دي؟ لا الحمد لله احنا النهارده المواقع الاسكان الاجتماعي شغاله بكامل طاقتها الحمد لله. تمام. وكل مع اتخاذ الاجراءات الاحترازيه، والحمد لله النهارده احنا ما عندناش تاخير، شبه العمليه مستمره الحمد لله، وبناخد الاجراءات بتاعتنا والامور ان شاء الله ماشيه مستقره يعني. يا مسهل يا رب. طبعا يا بنشكرك يا صلاح بيه، ومعلش اثقلنا عليك. لا تحت امرك يا من تحت. شكرا. عمرك. شكرا. ميرسي يا صلاح بيه، الف شكر ليك. نرجع تاني عند المشروعات القوميه. طبعا هنا بنتكلم ان الفتره الجايه الدوله ممكن تشتغل ازاي، على تتعامل ازاي في من جانب المشروعات. بس في نقطه بس عايز اذكرها، موضوع الدعم. احنا كنا بنتكلم على الدعم في الموازنه الجديده، بنتكلم على 325 مليار جنيه دي في 2021. تمام. بنتكلم على دعم السلع التموينيه اللي هو بيهم المواطنين اكتر، اللي هو دعم الخبز والسلع التموينيه، حوالي 9 كان 89 مليار، انخفض ل 84 مليار. 5 مليار دول هنراجعهم مع الحكومه، هل دول انخفضوا نتيجه انخفاض اسعار النفط واسعار المواد البتروليه واسعار الفرق التكاليف في الموازنه، واسعار
اسعار البترول واسعار التكلفه واسعار الدولار وسعر الجوانب دي وسعر القمح عالميا، ولا انخفضت نتيجه ان تم حذف بعض المواطنين من بطاقات التموينيه؟ دي نقطه هامه هنناقش الحكومه فيها في مناقشه الموازنه اليومين الجايين في البرلمان، عشان اعرف الفرق الخمسة مليار جنيه دول اللي انخفضوا من الدعم. اذا كان في تم حذف مواطنين لابد ان احنا هخاطب الحكومه بعوده هؤلاء المواطنين لو تم ذلك. لو انخفضت نتيجه انخفاض سعر الدولار او اسعار البترول او اسعار التكلفه بتاعت القمح، في الحاله دي مفيش مشكله. لكن احنا بنتكلم في ال 85 مليار او ال 84 مليار دول، كنت اود ان الحكومه كانت تشتغل الفتره الجايه في ظل ازمه كورونا ان احنا نزود البطاقه التموينيه، يعني كنا هنتكلم احنا قدمتها قبل كده حوالي 22 مليار جنيه، ان احنا نزود البطاقه التموينيه اللي فرضين في البطاقه من 50 جنيه ل 100 جنيه، عشان اخفف اعباء الاقتصاديه على المواطنين في هذا التوقيت. فدي كانت نقطه هامه كنت اود ان الحكومه نشتغل عليها، وهناقش الحكومه في الموازنه الجايه على هذا الجانب اللي هو جانب الدعم بتاع البطاقات التموينيه. ما فيش امكانيه ان انتوا تحطوا يعني دلوقتي احنا شايفين المواطن المصري زاد عليه حاجات ما كانش بيعملها زي الكمامات والكحول، اضعف حاجه يعني. ما هو احنا يعني هل ده مش ممكن يدخل في البطاقه؟ ما هو ده هنا بقى النقطه دي، كنا ممكن ان احنا لما نزود البطاقه التموينيه نبدا ندخل بعض السلع والمنتجات داخل هذه البطاقه، بمعنى انا بدفع لك بطاقتك من 50 جنيه ل 100 جنيه اقدر ادخلك بقى المواد الكحوليه اللي بتصنعها شركات قطاع الاعمال كانت ممكن تساهم بالضبط فيها وتدخلها للبطاقه التموينيه. كنا ممكن ندخل الكمامات لكل مواطن مثلا 30 كمامه في الشهر يدخلوا على البطاقه، تشجعه ان هو يلبسها، لان هو برده ما هي مشكله يعني. هو النهارده هيشتري الكمامه من 3 ل 4 جنيه، يعني انا هطالب يعني برضو هطالب بالنقطه اللي دي في اول ما وزاره التجاره والصناعه تنزل الكمامه اللي هي قالت انها تستخدم اكثر من مره اللي هي هتصنعها. وانا برضو هنا لابد ان انت كنت اول ما طبق القانون او ابدا اقول فيه غرامه تكون عندي الكمامات جاهزه، لان الناس بتعاني. حطينا فرضنا على الصادرات انها 2 جنيه لكن ما بتبيعش، فرضنا عليهم سعر معين بس ما بيبيعوش، والمنافذ الموجوده مش كافيه، والمنافذ اللي هي متاحة لصرف بيع الكمامات في كل المحافظات وفي كل المدن برضو مش كافية. فأنا عايز ألزم المواطنين باللبس كمامة، وعايز أقول له هتدفع غرامة، طب يا جماعة فين الكمام؟ طب ده حتى احنا حتى المواطنين، يعني انا مثلا لو انت عايز يعني انت ممكن تقدم مقترح ان تبقى على بطاقة التموين؟ لا انا كنت قدمت بالفعل خدمات اللي هي خاصة بالاجراءات الاحترازية تدخل على البطاقات التموينية، لكن مع توافر الكمامة ومع يعني ايجادها من وزاره التجاره والصناعه وصناعتها نقدر ندخلها على البطاقه التموينيه. بس في البطاقه التموينيه 50 جنيه مش هتكفي، لو زودت البطاقه التموينيه يعني انت تزود البطاقه التموينيه للمواطن في مقابل الاجراءات الاحترازيه الموجوده. انا عندي ظروف طارئه واجراءات احترازيه فلابد ان انا ازود البطاقه التموينيه. طيب احنا هنا بنتكلم في حوالي 22 مليار جنيه نقدر نوفر لهم موارد من الصناديق الخاصه، يعني عندنا الصناديق الخاصه بها موارد، نستطيع تخصيص جزء من الصناديق الخاصه ان يدخل معانا يدخل جوه للبطاقات التموينيه عشان ندعم المواطنين. دي نقطه هامه جدا، ودي احد النقاط الهامه اللي هناقش فيها في الموازنه. لابد من زياده البطاقه التموينيه في ظل هذه الظروف الصعبه على المواطنين وفي ظل الوضع الحالي، واقدر ادخل السلع اللي هي الاجراءات الاحترازيه سواء الكمامه الكحول يدخلوا على البطاقه ويحصل عليها كام بقى مواطن؟ 22 مليون بطاقه، حوالي 66 مليون مواطن او 64 مليون مواطن. يبقى انت خفيت كبير جدا حاجه كبيره جدا على المواطنين البسطاء. هيتبقى لك المواطنين الاكثر فوق ال 65 مليون دول بقى اللي يستطيعوا ان هم يحصلوا على حامل البطاقه التموينيه 65 مليون؟ هم حوالي 22 مليون بطاقه، 22 مليون بيغطوا بطاقة. حوالي 65 مليون مواطن. يا طب ده كميه البطاقه يعني. فيها 3 4 افراد. اوكي البطاقه بيبقى فيها الزوج والزوجه يعني والأولاد. لو انت فعلا دعمتهم في ده هتبقى انت ضمنت ان الفئه دي كلها بقت لابسه كمامه. 65 مليون مواطن ما بين بقى عماله غير منتظمه، ما بين مواطنين بيشتغلوا في المصالح الحكوميه، ما بين مواطنين بيشتغلوا في القطاع الخاص، كل ده تستطيع بان انت تنزل على البطاقه التموينيه بهذا الجانب. أوكي. الحاجه الثانيه يمكن انا ايضا قدمت بيها اقتراح، الزام المصالح والهيئات الحكوميه والقطاع الخاص ان كل مواطن يدخل يوفر له هو كمامه من عنده، بحيث ان انت تخف الاعباء على المواطنين نفسهم وترمي الاعباء على القطاع الخاص، القطاع الخاص يشيل جزء كبير والمصالح الحكوميه تشيل جزء كبير. انت داخل مثلا الحي بتقضي مصلحه، الحي يوفر لك كمامه، طيب الحي هيجيبها منين الفلوس عشان ما يقولكش الاحياء طب ما عندناش فلوس؟ لا، الحي عنده صناديق خاص، عندك صندوق بتاع الساحات، عندك صندوق الخدمات، عندك صناديق، مش هيبقى في مشكله ان انت تقدر تطلع منها مبلغ. وزارات كثيره كل وزاره بيها صناديق خاص. استطيع بمناسبه الحي يعني حضرتك شفت في قرار طلع من سيد وزير التنميه المحليه بوقف الترخيص
ووقف حتى يعني حتى اللي معاه رخصة ما يبنيش، يعني ما فيش استكمال أعمال لمدة 6 شهور على ما يراجعوا ده. طب هل ده في ظل الظروف الاقتصادية اللي حاصلة مش هيؤدي إلى توقف مجموعة من العمالة اليومية اللي سيادة الرئيس صرف لهم 500 جنيه مثلا؟ الحقيقة هو يعني التوقيتات، أنا قلت قبل كده أكتر من مرة، أحيانا بيبقى في قرارات معانا محتاجين ناخدها بس توقيتها غير سليم، ولما ناخد القرار في التوقيت يطلع التوقيت غير مناسب تماما ويضرب ناس كتير. طب انا لو بكلم على تراخيص المباني وعايز اراجع تراخيص المباني وعندي مشاكل في التعديات على الاراضي، هي دي حصلت بين يوم وليله؟ ما دي عندي بقى لها سنوات. طب ليه ما خدتهاش السنه اللي فاتت؟ ليه ما خدتهاش قبل ازمه كورونا؟ ليه ما خدتش هذه القرارات في ظل الظروف السنوات اللي مضت وانا عندي كل سنه مشاكل في المباني على اراضي الدوله والتعدي على اراضي الدوله والتعدي على الاراضي الزراعيه والمباني بشكل عشوائي؟ احنا بقى لنا كام سنه بنقول يا جماعه محافظه القاهره وقفوا المباني فيها شويه، ده المحافظه خلاص، ده الناس كانت دخلت على مصر الجديده والاماكن اللي هي كلها تهد وتبني عماير، ولا بنيه تحتيه كافيه ولا شبكه الصرف الصحي كافيه ولا شبكه الميه كافيه، كله مش مستحمل الكم الكبير اللي انت عملته. كويس، ما هو السؤال بقى النهارده ايوه طبعا هتضر باصحاب العماله الغير منتظمه، اصحاب العماله الغير منتظمه اللي هم اساسا تضرروا نتيجه ازمه كورونا وتوقف الاعمال وتخفيض اعمالهم، فما بالك ان اساسا الدوله بقى لها عده سنوات كمان داخله كل نشاطها مباني ومعمار وانشاءات بتحاول تشغلهم وبتعمل تطوير عقاري وتجيب المطورين، كل ده ليه؟ بتوفر فرص عمل، رصف الشوارع رغم ان انا مش مقتنع بيه لكن تم وضعه في كثير من الامور، لان في رصف مثلا في شوارع ما تبقاش محتاجه رصف، الشوارع للضروريه فقط، لكن الدوله بتدخل رصف شوارع، بتدخل تطوير جوانب كثيره عشان توفر فرص عمل للمقاولين، والمقاولين يوفروا فرص عمل للعماله الغير منتظمه بالزبط. فده احنا بنعمله وبنتحمله وبنشغلهم بشكل غير مباشر، شغله بشكل غير مباشر في ظل ارتفاع معدلات يعني البطاله، يعني وجود المشاريع الجديده بتاعت الدوله زي الـ العاصمه الاداريه والكباري والطرق الجديده وزي الكباري والطرق العالمين، كل ده استوعب كم من العماله اللي هي الغير منتظمه؟ جميل ممكن ما يكونش وفر لي فرص عمل لفئات كثيره، لكن الدوله بتستهدف جزء كبير جدا من العماله اللي ممكن تدخل سواء في مواد البناء سواء في الانتاج سواء في الجوانب دي، فبتوفر لك فرص عمل ويمكن وفرت 2 و3 مليون سمعنا فرصه عمل في هذا الجانب. طب احنا دلوقتي لما وقفنا المباني، طب العماله دي هنعمل فيها ايه بالظبط؟ هل العماله دي مش هتتضرر؟ قطعا هتتضرر، حتى لو احنا صح قلنا صاحب العقار او المنشاه مش هيتضرر لان الراجل يعني ممكن الناس تصبر عليه 5 6 شهور اللي هم ممكن التوقف دول، او هو واخد فلوسه من الناس فالناس اللي هتحمل، والمواطن نفسه اللي حاجز الوحده هيتضرر لانه لو واخد دافع فلوسها قطعا هيتضرر. لكن اللي يهمنا دلوقتي مين؟ وبعدين هو بالفعل حصل على رخصه، يعني حصل على رخصه، يعني انت مش هتطلع رخص خلاص اوكي، يعني ممكن توقف، هي النقطه ان انت اللي حصل، يعني هو كان محجم عدد استصدار التراخيص، يعني ما بيديش قرارات اكتر من 3 في الشهر في مصر الجديده مثلا، فهو اوريدي محجمهم، الفكره انه خلاص في ناس خدت بالفعل، طب هي تقف ليه بقى؟ بيراجع بقى التراخيص دي خرجت ازاي واجراءاتها تمت سليمه ولا مش سليمه، احنا عندنا مشاكل في المحليات وهنفضل نقول مشاكل في المحليات دي انا مش عارف لحد امتى، يعني من واحد وهو صغير كده المحليات كلها مشاكل، يعني عندنا مشاكل في كل حاجه في المحليات في كل المحافظات. طب وهل لو احنا عملنا زي، يعني كان في مقترح بيتقال ان احنا نعمل زي بره، يعني في الخليج مثلا اللي بيستصدر لك الرخصه وبيتابعها استشاري مش الدوله، الدولة بتدي عدد رخص ده مثلا 10 مكاتب استشارية، فمثلا في مصر الجديدة كل واحد مثلا ليه مثلا 4 رخص او 3 رخص في السنة يطلعهم، هو يعمل الرسومات ويدي لك الموافقة عليها يعتمدها لك ويبقى هو مسؤول قدام الدولة عن التنفيذ ان هو كده كده استشاري المشروع لحد ما المشروع يخلص. ممكن ده اقتراح. طب ما نيجي بقى الاقتراح الافضل، كل الدولة تيجي هي اللي تحط الشروط بتاعتها والرسومات بتاعتها وتديها للناس اجباري. انا دلوقتي دخلت في مدينه جديده، معانا مداخله من التنميه المحليه، معانا مداخله من دكتور خالد قاسم المتحدث الرسمي لوزاره التنميه المحليه. مساء الخير يا خالد بيه. اهلا، مساء الخير يا فندم على حضرتك يا ابراهيم بيه وعلى اهلنا في محافظات مصر كلها. ازاي حضرتك؟ عامل ايه؟ كل سنه وانت طيب. واحنا طبعا يعني عارفين ان حضرتك يعني هتقول لنا كل المعلومات اللي الناس بتسالنا كتير عنها وعايزين نعرفها، يعني حضرتك في قرار طلع بوقف اصدار تراخيص مباني لمده 6 شهور في المحافظات وفي نفس الوقت بوقف اللي معاهم رخص بالفعل.
اللي معاهم رخص بالفعل يا فندم عليهم ان هم يروحوا الادارات الهندسيه في الحي اللي هم واخدين منه الرخصه ويعملوا مراجعه للاشتراطات البنائيه اللي موجوده في الرخصه بتاعتهم بما تم تنفيذه على ارض الواقع، بمعنى ان هو في جراجات يتاكدوا انه الجراجات دي اتعملت طبقا للمواصفات، في تمديدات لوصلات مياه خاصه ب لا قدر الله في حاله حدوث حريق يبقى الحنفية الحريق موجوده، اللي هي الدفاع المدني. ايوه يا فندم، متطلبات الدفاع المدني. الدفاع المدني يتم التاكد يا فندم من ان اجراءات السلامه الخاصه بترقيب تركيب التجهيزات الخاصه في من حيث بير السلم، من حيث الجزء المتعلق بالاسانسيرات الى غير ذلك، كافه الاشتراطات البنائيه يا فندم الموجوده في الرخصه يتم التيقن انها مطابقه. تمام. يعني هم بالفعل مراجعه اعمال دول مش مرتبطين بقى بالست شهور؟ لا يا فندم، هم مراجعه الاشتراطات دي اذا كان مطابق يكمل، انما اذا ما كانش مطابق يبقى عليه ان هو يبقى مطابق، بمعنى ان حضرتك اخذت وعملت الجراج وقمت محول الجراج الى استخدام اخر، على حضرتك ان انت ترجعه وفقا للرخصه اللي حضرتك واخدها بيها. طيب طب وده ليه يا فندم؟ لمنع التكدسات اللي حضرتك شايفها في الشوارع، ان الناس بتاخد الرخصه ان يبقى الدور الارضي والبيسمنت جراج ويتم تحويله لاستخدامات اخرى، والعربيات بتاعه السكان تبقى موجوده في الشوارع، وبالتالي بيؤدي الى الازدحام والتكدس اللي احنا شايفينه. طيب كذلك الامر مراجعه النوادي، النوادي بيبقى فيها ساحات مفروض مخصصه لسيارات روادها. تمام. وبالتالي علشان ما تفرضش عبء على الشوارع المحيطه بالنوادي دي، وبالتالي يحصل التكدس السكاني اللي احنا شايفينه ده. طب هو يعني هل في المخطط ان في المرحله الجديده للرخص هيبقى فيه اشتراطات مختلفه عن اللي كانوا واخدينها في الاول؟ لا يا فندم، هو هيبقى موجود حاجه زي العقد بين طالب الرخصه والمحافظه، العقد ده منصوص عليه مجموعه من الاشتراطات البنائيه المطابقه، وبالتالي كل ما هو موجود في العقد اللي بينك وبين المحافظه بتنفذه. طيب لو حضرتك خالفت في اشتراطات، الرجوع لحضرتك مباشره والتعامل مع حضرتك مباشره والازاله تبقى مباشره دون الدخول في اجراءات طويله جدا، وبالتالي زي ما حضرتك تعلم والجميع يعلم ان حضرتك بتطلع الرخصه، انت حضرتك ملك الارض، بتبيع لشخص وهمي، وبالتالي الشخص ده بتطلع باسمه الرخصه، وبالتالي القضايا اللي بتيجي عليه بتبقى على الشخص ده اللي حضرتك روح دور عليه بقى وروحاته. النهارده في ضوء العقد الجديد هتبقى الامور واضحه جدا مسلسله بشكل واضح وصريح، الامر اللي يترتب عليه حفظ حقوق كل اطراف التعامل. يعني انت وهتبقى العين طرف في الموضوع. بالظبط يا فندم. صح كده؟ طيب بالظبط. هو في حاجه تانية برضو عايز اسالك عليها، وبعدين احنا معانا ضيفنا استاذ عمرو الجوهري عضو اللجنه الاقتصاديه بمجلس النواب هيسال حضرتك سؤال. اهلا وسهلا. الله يخليك. طيب هو حضرتك المده اللي هي الست شهور دي هتكون لحقت ان هي تخلص المتطلبات دي ولا ممكن تطول عن كده؟ هو احنا طبعا ابتدينا من 24/5 لمده 6 اشهر، ده القرار. انما مع الوزير اللواء محمود شعراوي رتب مع الساده المحافظين انه هيتم الاستعانه بالجامعات المصريه في المحافظات وكليات الهندسه في هذه الجامعات بحيث انها تتعاون مع والمكاتب الاستشاريه ايضا بحيث انها تتعاون مع الادارات الهندسيه في الاحياء. كذلك الامر تساعدهم اللي احنا يعني تعمل لهم زي سبورت، لانه طبعا الادارات الهندسيه مش كافيه. بالضبط يا فندم. بالاضافه الى ذلك معالي الوزير اللي هو محمود شعراوي تواصل مع السيد وزير الماليه والسيد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والاداره لتثبيت درجات ماليه علشان يتم تسكين عليها مهندسين في الاحياء. وكذلك الامر امداد قطاع الرقابه والمتابعه التابع التفتيش والمتابعه التابع لوزاره التنميه المحليه بزملاء متخصصين من القطاعات الاخرى في الوزاره
بحيث يتم التفتيش والمراجعه والمتابعه مع الجهات المعنيه في المحافظات المصريه. يعني اللي افهمه من حضرتك ان انت عايز تبقى تتابع عمليه البنى وهي بتتنفذ بالفعل، مش عايز تسيبه يبني يعمل مخالفه وبعدين تشوفها. ده شق الثاني يا فندم، مراجعه التراخيص اللي موجوده والتصميمات اللي موجوده، وهل ما تم الاتفاق عليه هل هو ده المتبع ولا لا. طيب في سؤال تاني معلش، حضرتك كنتوا عملتوا حركه تغير في المحليات. ايوه فندم. في رؤساء الاحياء وكده، عملتوا حركه جديده يعني لسه حاصله اليومين دول. اول امس يا فندم بالفعل اصدر معالي وزير اللواء محمود شعراوي وزير التنميه المحليه الحركه الجديده، الحركه دي بتضم 161 قياده. ال 161 قياده دول 13 سكرتير عام، 7 سكرتير عام مساعد، و 141 رئيس مركز ومدينه وحي في المحافظات المصريه مجتمعه. الحركه دي فيها ضخ دماء جديده من قيادات من مدارس فكريه مختلفه لإدارة الحكم المحلي في مصر، يعني بدأوا في الإعلان 2 لسنة 2019. الإعلان ده تقدم ليه حوالي 1183 متقدم، صفوا في امتحانات أولية في جهاز مركز التنظيم والإدارة حوالي 1044، ثم بعد ذلك عرضوا على لجنة سباعية برئاسة معالي الوزير اللي هو شعراوي ومجلس الدولة والجهات المعنية ومحافظين سابقين ومحافظين حاليين والزميل الأمين العام للإدارة المحلية، وصفوا في حوالي مجموعة من القيادات تعرضت على حوالي 105، أخذوا تدريب مكثف في مركز تدريب التنمية المحلية في سقارة على مدى 3 أسابيع متصلة، ثم بعد ذلك تم توجيههم إلى الأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب وخضعوا لاختبارات بعد التدريب ده، وتم التصفية إلى 60 قيادة اللي هو تم اختيارهم وتوزيعهم على المحافظات مع زملائهم القيادات المحلية اللي تم ترقيتها على مستوى المحافظات المصرية حوالي 101 قيادة. ال 101 دولت يعني خضعوا برضو للتقييم على مدى عام كامل من الجهات المعنية عندنا قطاع التفتيش والمتابعة والمحافظات، بحيث انه بالفعل الحركة دي يعني جت علشان تغطي الفجوات اللي موجودة في القيادات في المحافظات المصرية. طب انا عايز اسألك سؤال اخير معلش، هو ما كانش في امكانية اللي معاهم رخص كانوا كملوا وهو برضو بيقدم ورقه وشغال؟ يعني ما كانش في امكانية بدل ما هم يقفوا خالص كده؟ لا ابدا يا فندم، هو الوقوف في حد ذاته مش تعطيل قد ما هو مراجعه. احنا يعني بنتكلم بس عشان العماله المؤقته اللي بتشتغل في الاماكن دي، ما هو اكيد هيمشوهم. أيوة. يعني اكيد مش هيشتغلوا. لا هو لو جيت على العماله المؤقته اللي موجوده، احنا قلنا القاهره الكبرى وعواصم المحافظات، تمام، انما بقيه عموم المحافظات المصريه ده موجود. المشروعات الحكوميه قائمه، المشروعات الصناعية قائمة، المشروعات السياحية قائمة، المشروعات القومية قائمة، وبالتالي هناك مجالات متعددة للانضمام الكوادر البشرية دي لكل هذه المشاريع يا فندم على مستوى الدولة المصرية. طيب معانا بقى سيادة النائب عمرو الجوهري عايز اسال حضرتك سؤال. الحقيقة انا بشكرك على شرحك اللي اتكلمت فيه كثير من النقاط، يمكن انا كنت مع ايقاف، يعني كنت بتكلم قبل ما المداخلة وقلت ان احنا وقف المباني 6 شهور مش هو المشكله، هو بس المشكله في التوقيت. يعني انا كنت شايف ان كان الوقف ده كان المفروض يحصل من سنوات، يمكن اتكلمت مع استاذ ابراهيم في هذا الجانب، كان المفروض من فترات كبيره جدا. وبرده الجانب على مراجعه الرخص، يمكن زي ما انا قلت لك ان دي بيتم مراجعه الرخص ويشوف الاشتراطات بتاعتها وزي ما هو ذكر في الحوار، وده امره، بس اتمنى ان يكون في اجراءات سريعه بحيث ان الناس اللي خدت رخص وشغاله ما تتعطلش كثيرا. حاجة تانية، أنا مع حضرتك في ده يا فندم وأتضامن مع حضرتك في ده، وعشان كده يعني معالي الوزير أعلن قبل العيد إن في آلية
من شأنها هتتسرع الجزئية دي. أتمنى ده. حاجة تانية طبعا أنا مع بأيد جدا تغيير رؤساء الأحياء ويبقى على فترات أسرع من كده. أي رئيس حي يكون مقصر في وحدة محلية أو في حي أو في مكان معين لابد من التغير السريع في هذا الجانب. لكن عايز حاجة برضه أوصلها، يمكن أنا عندنا مشكلة في الوقت الحالي مش عارفين نجتمع بوزير التنمية المحلية نتيجة طبعا أزمة كورونا والظروف المحيطة. كنت عايز أوصل حاجة إن أغلب الأحياء مشاكلها في المهندسين التنفيذيين اللي موجودين في الأحياء. بيجي رئيس الحي جديد، بيجي شخص جديد أخذ فترات تدريبية، خد جاي من حي مختلف، لكن بيجي جوه هيكل ودولاب أساسي مستقر بقاله عشرات السنوات، فما بيقدرش يغير حاجة. للأسف الشديد في دوائر كثيرة جدا بيتغير فيها رؤساء أحياء كتير لكن ما بيحصلش تغيير. طب ليه؟ لابد أن أنا أبدأ أشوف الهيكل الإداري اللي موجود عندي في الحي اللي هو الناس اللي مسيطرة بقالها عدة سنوات، لابد من هذا التغير. يمكن دي أحد النقاط الأساسية اللي عايزين نتكلم مع وزير التنمية في هذا الجانب. غيرنا رؤساء أحياء وبنغير رؤساء أحياء لكن بتلاقي نفس المشاكل موجودة بعض الأحياء اللي بيبدأ فيها تعديل طفيف. لكن الجانب التنفيذيين الاساسيين دول انا افضل ان هم يتنقلوا من احياء مختلفه، يبقى فيهم تنقلات دائمه في احياء مختلفه. دي النقطه الثانيه. يعني انا طبعا مع حضرتك في الجزئيه دي، لكن هي هذه الفئه يعني انا هنقل ده لمعالي الوزير وممكن يكون سمعنا دلوقتي، انما انا في يعني احنا خلينا نتفق ان اصلا النوعية دي من التخصصات في على مستوى الإدارة المحلية هي فيها ندرة، وبالتالي أنا مع حضرتك في التغيير في التغيير الدائم علشان التكتلات تتفك وبالتالي يبقى في إمكانية لتسريع عجلة الأداء. خليني أقول لحضرتك كمان في جزئية مهمة جدا بتساعد في ده كمان اللي هي المراكز التكنولوجية. احنا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالفعل تم التأسيس والتدريب ل 138 كادر من الكوادر العاملة في المراكز التكنولوجية، وبالتالي هنقلل إلى حد ما طلعنا دليل للاستخدام بالنسبة لمتلقي الخدمة وبالنسبة للزميل اللي بيقدم الخدمة دي في المراكز دي علشان تراخيص البناء وغيرها، وده على مستوى برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر على مستوى سوهاج وقنا، وده الدليل الاسترشادي ده ان شاء الله هيتم تعميمه على بقية المحافظات المصرية في إطار المراكز التكنولوجية والتحول الرقمي اللي هيبقى الاحتكاك ما بين متلقي الخدمة اللي هو طالب الرخصة وكذلك الأمر العنصر البشري اللي موجود في الإدارات الهندسية في الأحياء هيقل بشكل كبير جدا، الأمر اللي هيمنع أي نوع من أنواع التدخلات اللي احنا ممكن نقول عليها تؤدي إلى لا قدر الله إلى أي نوع من أنواع الكوربشن. اوكي تمام، انا معاك في هذا الجانب. بس على فكره انا ما بذكرش فقط الاسكان ورخص المباني، انا بذكر الكمامه، المخلفات، الصرف الصحي، الرصف، وكل ما بيخص الاحياء. الاحياء بتعاني كثيرا جدا هذه الفترات مع ازمه كورونا. بدات الناس كمان ازمه الكمامه بتتفاقم بشكل كبير جدا، ازمه الاشغالات والاشغالات اللي في موجوده في الشوارع وفي الطرق بشكل كبير جدا، ازمه الرصف والشوارع المتهالكه، كل ده مطروح ويمكن هنتناقش ان شاء الله سيد الوزير في هذا الجانب في البرلمان. خلينا نكون محددين، يعني يا ريت حضرتك لو في اي مشكله متعلقه بعمليه الكمامه يا ريت حضرتك تصورها وتبعتها لي انا شخصيا على الواتساب بتاعي او على مبادرة صوتك مسموع، يتم التدخل السريع في مثل هذه النوعية من التراكمات. خليني أكد لحضرتك إن إحنا بس من 25 مارس اللي فات حتى 30 مايو إحنا رافعين تقريبا في المحافظات المصرية كلها حوالي 4 مليون طن قمامة، 177,027 بمتوسط يومي 60,000 طن. عايز اقول لحضرتك ده في اوقات الحظر، القاهره الكبرى لوحدها اقليم القاهره 48.5% من الكلام ده، الدلتا 26% من الكلام ده، الصعيد 13.4% من الكلام ده، يعني عايز اقول لك الاقليم الساحلي البحيره واسكندريه ومطروح وغيرها من الاقاليم من المدن الساحليه 9%، اقليم القناه 3.3%، ده فقط من 18 مارس 2020 حتى 28 مايو 2020، ده بس على مستوى ملف القمامة. طيب أنا حاجة أخيرة بس، معلش اسمعني حضرتك لو أنا بصيت على مستوى مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة،
المحافظات المصريه مع مديريات الامن مع قوات انفاذ القانون مع الوحدات المحليه المعنيه من يوم 25 مارس الماضي حتى 30 مايو الماضي تم ازاله 10611 مخالفه بناء على املاك تابعه للدوله وعلى الاملاك الخاصه. فيما يتعلق بازاله بس تعديات مخالفات الزراعه، التقرير اللي رفعه معالي الوزير اللواء شعراوي لدوله رئيس الوزراء موثق 15249 مخالفه، وواقع 1542 مخالفه على اراضي املاك دوله على مساحه تتجاوز 16000 فدان، وازاله 13707 حاله تعدي على املاك خاصه تقدر ب 3600 فدان صحيح. ارض زراعيه خدها اصحابها حولوها المباني يعني. طوروها بوروها وبالتالي قد ايه جزء من ثروه مصر الزراعيه تم التعدي عليها في الفتره اللي فاتت دي. فخلينا اقول لحضرتك كلنا مع بعض نتعاون مع بعض علشان نحقق بالفعل. انا يعني هدفنا كلنا هو تحقيق تحسين جوده الحياه لمواطن مصر، سواء المواطن المصري ده في مدينه او في عاصمه محافظه او في قريه او في نجر. تمام. اخر حاجه بس يمكن يعني انا بس مشكلتها ان احنا مش عارفين يعني في طلب مقدم في البرلمان لمناقشه الوزير فيه. يمكن انا تواصلت مع الوزير وكلمني نائب الوزير بهذا الامر، يا ريت تسجلها عندك المناوله الخاصه. مين نائب الوزير اللي كلمك يا فندم؟ المناوله الخاصه بترعه الاسماعيليه، ممكن تسجلها عندك. مين نائب الوزير اللي كلمك؟ اللي هو نائب الوزير للشؤون مجلس النواب. قصد حضرتك مين يفهم؟ لا مفيش نائب للوزير يفهم. لا مش النائب، مكتب الوزير. تمام يفهم. فكلموا انا طبعا في طلب احاطه مقدم بهذا الجانب خاص بالموضوع المناوله. فلما تحدث مناوله ايه يا فندم؟ مناوله ترعه الاسماعيليه، هي مسجله باسم مناوله ترعه الاسماعيليه، دي جنب منطقه سكنيه بيصب فيها حي ايه يا فندم؟ نعم حي الساحل. دي في شكاوي كتير منها بيصب فيها 9 احياء. ولما تحدثت مع الوزاره في هذا الجانب وكلمت المحافظ تم تحويل 4 احياء، ما زال فيها اكثر من 5 احياء، فدي عامله مشاكل للمواطنين. لا المناوله دي اصلا يا فندم للمنطقه دي، المناوله دي اللي هي تحت الكوبري، اللي هي المناوله دي يا فندم طول عمرها موجوده ويتم التعامل معاها. هو الشكوى كانت في المناوره بتاعه دخول وخروج السيارات اللي هي بتحط في المناوله دي، المناوله دي الهدف منها كمحطه وسيطه، المحطه الوسيطه دي بتستقبل من الاحياء ثم بعد ذلك بتيجي من العربيات الصغيره ثم بعد ذلك بتاخد السيارات الكبيره وتطلع على المدفن سواء العبور واخد بال حضرتك خليه الدفن اللي موجوده هناك، وبالتالي هي استقبلت الشغل بتاع الثلاث احياء دول علشان تسع احياء بشكل مؤقت. المشكله انها تسع احياء، هي اصلا مخصص فيها مخصصه لخمس احياء اصلا يا فندم، فطول عمرها كده يعني ده مش جديد على 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 المناوله دي. فخلينا اقول لحضرتك ان ده لغايه لما تخلص مناوله اخرى موجوده دلوقتي الهيئه العربيه للتصنيع بتنفذها ليه من خلال المقاولين بتوعها لهيئه نظافه وتجميل القاهره. لكن انا تواصلت مع اللواء عادل ابو الحديد رئيس هيئه نظافه وتجميل القاهره، وبالفعل تم كان في هناك حواليها بعض من النبيشه ودول تم التعامل معهم وتم ابعادهم وتنظيف المنطقه حوالين المناوله، ثم عمليه المناوله تم رفع منها مخلفات للعبور، وبالتالي المناوره او الجزء المتعلق باعاده تشغيل المناوله من يعني من جديد ده تم على الارض، والكلام ده كان خلال 20 يوم تقريبا. واتوقع ان حضرتك لو حضرتك شخصيا كنت تواصلت مع الزميل الفاضل اللواء حمدي. اللواء حمدي طب احنا مش كده؟ تمام احنا تمام يا فندم. تمام طبعا احنا طبعا يعني مش عارفين نقول لك ايه على المداخله العظيمه اللي حضرتك عملتها معانا دي، لان في الكثير والكثير من الاستفسارات يعني حضرتك غطيتها، ونتمنى حضرتك تشرفنا يوم كده في حلقه توضح للناس التنميه المحليه بتعمل لهم ايه، عشان الناس مش شايفه على ارض الواقع الدور اللي الدوله والوزاره بتقوم بيه. يشرفني طبعا يا فندم في اي وقت. فنتمنى ننسق مع حضرتك كده حلقه وحضرتك تشرفنا ونوري الناس اللي الدوله بتعمله، عشان الناس بتشوف بس
الجزء اللي هي بتتضرر منه، نشوف بقى الجزء اللي الدولة بتعمله لهم عشان يبقى عندنا كفتين الميزان متكاملين يعني. وخليني اقول برضو من منصة حضرتك ان احنا عندنا مبادرة صوتك مسموع، يا ريت حضرتك تاخد رقم الواتساب بتاعها، لان احنا يعني دي بتبقى تحت سمع وبصر السيد الوزير واحنا كلنا موجودين عليها، وبالتالي اي حاجة بتيجي احنا بنتابعها مع المحافظات. تمام. 27 011 50 60 67 83 ده رقم الواتساب بتاعها يا فندم. تمام. ولو في حاجة فيها ملفات محتاجة تترفع على الايميل، ممكن حضرتك تاخد انفو تمام at mld تمام دوت جاب دوت اي جي. تمام. انا هاخدهم من حضرتك دول بعد الهوا ونخليهم معانا الحلقة الجاية، نطلعهم على الشاشة تبقى حاجة خدمية كده نطلعها لوزارة المال المحلية. تمام. بتقدم لك بخالص الشكر يا دكتور خالد، معلش قطلنا عليك. تحت امرك يا فندم. الف شكر ليك يا خالد بيه. ميرسي يا فندم، الف شكر. احنا المشكله ان احنا ايه وقتنا انتهى. لا ما انا عارف، ما هو اصل حوار حوار الاداره المحليه ده ما بيخلصش يعني، بس هو حد متعاون انت لابد يعني يكون يعني في مجموعه حلقات للاداره المحليه. احنا نعمل كده اسكان، نعمل كده كمامه، مخلفات بالزبط. كل ده لازم يبقى موضوعات بالزبط. لان دي بتهم المواطن مباشر، وخاصه بعد ازمه كورونا الموضوع ده متفاقم بشكل كبير جدا. بالظبط. طبعا احنا طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر. أشكرك على وقتك العظيم. أشكرك. وعلى الحلقه الجميله دي اللي نتمنى ان هي تكون يعني جاوبت على كثير والكثير من استفسارات الساده المشاهدين. ونشوفك تاني ان شاء الله في حلقه قادمه. ان شاء الله. اعزائي المشاهدين، كده وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده، الى ان نلقاكم السبت القادم 9 مساء، نترككم في رعايه الله.